الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. محمد رسول الله وقت أنا نجوغنو مركي أي مسلمين تتمر قبيه الدنيا أي سيطريين أما أي قعنتو ذاك الشيء عدان إلهي الرسول طان الرميسنين هدي دقالتهاي يهدي سياستهاي يهدي عسكري يحوكتهاي قعنتو ذاك الشيء أي وحكا بلابمي مركي مسلم كالدقالي الليني وحكسته وكاللغ لك عاي هدي إني مريسو مقدسات ودواوي إن القرآن جرائدك أن معنى بدن لهين السخرية الله تلقى جريدات هذا لليه نبي وحكشك عليه الصلاة والسلام ما هي جريدات علمية أما فكرية أما ثقافية وجريدات كون مشاكل اللي هي الله استعمال كوميديا يو إن دتك الوجهس جيسو حد بيسوق قاعد يمر كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام ونوضع عدة الوجهس جيسي درسي كان مركا عاوة وحن كنت لقى لينا تلماما وقرة نبي محمد عليه الصلاة والسلام سيدا ومسلمك وقيمي أمر ربي كتابك سوق قيمي إيو بشرك أنت وحقرتك وان حتى مركا الرسول نما وآمن سنين سيدا يوقيمي بنا آدم كحقوك جوغه مركب قف بن آدم اللغو قيمائيه واحد من البشر هذا ضر ميستين ويهي قيمة انتالك وبشرية كليه كوان رميسنين كدينهان سيدي واركان تاسي وحي موچين كرتا النبي عليه الصلاة والسلام قدر كيسية مقام كوتاقيه وقه الرأي وحي لان هدي عظمة يويني للربه مقياس كده كواد والدور شد الرب وحضرته إلهي أنتو خلق وسوا أبو ريوردن أيوه فرد كم ده إنه كده حضرته أو ضرته إنه مؤهل وينه وعنتمه إن لورد يبر رسالة بشرية ده والرب كل حريه إذا رسوله يا أنبياه وصفوة الخلق وهرموتك بنا آدمك آدم هردان إلهي مركو آغاي داتكو قد دورتاي او دورتاي ناي بشرية دا هرموت النقضان داتكا لغو دا ينكرو إناي النقضان ما هو قامين كرا أي رسوشي صدر أدد با إلهي قرآن كو حكولي الله أعلم حيث يجعل رسالته إلهي سيقا أك ماشاو الرسالة دي سردغي يعد الرسول لماذا دورني إلهي حليا الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس إن الله سميع بصير إلهي سيقا كدورتي الرسل ملائكة الدحدودة عدو وحيك سوديب جبريل بشر كدحدي سنة إلهي الرسل بك دورتا انت الهي الرسول بدن قران كسوت ريبه وحللي وكلا فضلنا على العالمين بالهي اسماء الرسل انت اللي استبدغي اي الهي وحلي وكلا فضلنا على العالمين دما انت وحن كفضلي لي وحن ككري لي عالم كنت سكلمه الهي كنت المامي ولذلك نبي محمد الهي مركو سيفيني وحكو سيفي محمد رسول الله تاسا أمان غفلا إن إلهي أبورتي خلقي قدن قرنية وحي قلانية وحي قدام بقرنية وكت المامين يهي محمد عليه الصلاة والسلام اللي إرقي يسي أما الرسول كيسي كي ربي صادرتين يهي لقد من الله إلهي قرآن وكت المامين يهي نعمدي إلهي وكم من نيستي تتك مؤمنين تعال سيدا أوغي وحن لأن هاي
بشركي آدم ودلي رسوش وهرموتك إلهي كدورتي إلا دورتي إني بشرية داما بين آدم كهكتو والظلمات كامن مدوين تي كهكتو إني نور كيسو هذا بوحى سويدين تلو حيهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام رسوش حقوك جتشرة بين آدم ودن إلهي كدورتي إنك محو إنك مدنيهي بشرية ده أنت وحقانته وحبارده يمركز العلم حقوك جوغة نبي محمد عليه الصلاة والسلام رسائشو أما الرسوشو دورشة ده إلهي والرسول دورتي لما الشيء بيوضت الماميسا ده نوى التشريف يا ماموس ده نوى التكليف ده نوى ماموس وربا ماموسي لأنه هو التكليف وعليش بالله صار إلهي النبي محمد عليه الصلاة والسلام حين يقول إياه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلهي وحرامانك قارسية أولي إلهي يا ملائكتي سوحي كصلي يا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي صلي سوى أمان وثناء عند الملائكة المقربين بإلهي أمان النبي محمد الشعيقة مدح بن آدم كو مدح كو تعلي إلهي وحط المام يا أمان النبي محمد ربي جيب الشعيقي ملائكتنا ويود عيسى حتى بحد أيدكم مؤمنين تهم بإلهي إليه يا أيها الذين آمنوا مركي ورك على ينوش الشعيقي نبي محمد مقام كولي عليه الصلاة والسلام مركي الله ينوش الشعيقي أي إلهي وحين إليه حتى بحد أيدكم هدا مؤمنين تهم صلوا عليه وسلموا تسليما نبي الله محمد حديث اللي قورنا ينوح تلمامي أنا سيد ولد آدم إنو يهي سيدك وضيك وإيالك وحقرتك أقول يهنك آدم إنتو للا يورنا إنو نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديثك الصحيح إمام أحمد وسائر ورنيه نبي عليه الصلاة والسلام هبينك للدليلية الإسراء والمعراج وإلى هاي الآيات كي يقوين بان صوت سينا وإنت مكلك حيي بيت المقدس لقيي بيت المقدس لقى قاضي السماوات العلى لقبت سيي ملان بشر بقارن ولقي إياذ والله ما موصيه أي نبي عليه الصلاة والسلام حديثك اللي قورن يوحو تلمام إياه مكا إلا إيا بيت المقدس وحو الراعي نبيه براق بها اللي داهده وحيو فوله براق اللي داهده البراق أيا وحا اللي داهده وحا قوات كاته نبيه سيدي وفوله دابتنا جبريل با الله الدوحو لي ما يحملك على هذا نيف كانوا نبيه فوله محاكو وحا مبارينا تصان ياشو فوالله ما ركبك احد قط اكرم على الله منه جبريل بادارنا يا وحله الهي ما كدارتي نبي محمد عيد الله اكتي سكا شرف بدن ابد كفو شي ما جرتبو تلماميه فرفض عرق ابو حديث تلماميه براقدي ديدت بي هورتي اما شبانتي محل شاهد وحوي انه جبريل كدارنا يا عيد نبي محمد كفض بدن وفو شينا نجري أما النبي عليه الصلاة والسلام لأما نوح كفلا قرآن إلهي وحط المام يا النبي عقل الرأي توسن لي ما ضل صاحبكم وما غوى ضلالك وحل إله ذا بيد هذا عدم الاهتداء إلى طريق الموصل هذا قرن ويا تشتك كوغارسين يا قصدك غواية وحل إله ذا فساد الرأي أركت حمدة رأي اللي دشده إلهي وحلي ما ضل صاحبكم وما غوى لبدا منكم السفوبه إلهي وحكت المام يا أرقي سينو خير قبي ما زاغ البصر وما طغى ما إيلن ديمدي سبالي لمن أحد قدبين وحي إلهي كت المام يا النبي قال لابتي سينو إلهي واسعي ألم نشرح لك صدرك وحي إلهي كت المام يا قلبي سينان بيت عقون ما كذب الفؤاد ما رأى وحي إلهي كنت المام يا مقع يا ماموس رب السيي ورفعنا لك ذكرك حسك أغا كريا الله إلهي سبحانه وتعالى
waxa ilaahay uu ku tilmaamaya aqoontiisu aqoon khata iyo sawaab aqbasho inaanay ahayn, inay ahayd aqoon absoluuta sax ah. saa daraaddeed baa ilahay wuxuu ku tilmaamaya callamahu shadiidu lquwa, malakul jibriil inuu aqoontan u keenay. dhaqankiisa ilaahay ammaano wuxuu leeyahay wainaka la calaa khuluqin cadiim, akhlaaqtii u fiicnayd oo dhan baad leeday. sidaa ogeed nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiis saxiixa ku tilmaamaya in ilaahay subxaanahu watacaala khaliil uu ka dhigtay. waxaasoo dhammi waxa ay sheegayaan booska ama maqaamka ilaahay siiyey nebigiisa. min bayni rusul, markaynu eegno ambiyada dhexdooda siduu ku yahay, qur-aanku wuxuu soo aroorinayaa ambiyadu baryooyin ay ilaahay baryayeen. wuxuu kaloo la soo aroorinayaa qur-aanku baryadaasi nebigu isagoo aan weli baryin inaa la siiyey isaga. maalan nabiyullaahi ibraahim ilaahay buu baryo, wuxuu leeyahy walaa tukhzinii yowma yubcasuun, ilaahu hay hoojinni maalinta dadka lasoo saarayo. nebi maxamedna ilaahay wuxuu leeyahy yowma laa yukhzi llaahu nnabiya, yowma laa yukhzi llaahu annabiya. khaliilu ibraahim markii dabka lagu turay wuxuu yidhi xasbi allah, ilaahay baa igu filan oo rabbu baryo weydiisanaya. ilaahayna wuxuu nebigiisa ku leeyay yaa ayuha annabiyu xasbuka allah baa ilaahay ku yidhi. nabiyullaahi ibraahim ilaahay buu baryayaa, wuxuu leeyay ilaahuw ku magac fiican ka taga oo dadka dambe ay khayr ku magac hayaan iga dhig, ijcalnii lisaana sidqin fil aakhariin. ilaahay nebigiisa calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay warafacnaa laka dikrak, nebi ibraahim ilaahay buu baryayaa, wuxuu leeyay wajunubnii wabaniya an nacbuda alasnaam, ilaahu aniga iyaa intaan dhalayba inaanu sanam caabudna naga fogee. ilaahayna nebigiisa wuxuu ku leeyay innamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahla albayt, ilaahay wuxuu doonayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo inta ahlu beytkiisa inuu rijsiga rijsu min alawthaan inuu rabbi ka fogeeyo. qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebi muuse oo ilaahay baryaya oo leh ishrax lii sadri, oo leh yasir lii amri, oo leh uxlul cuqdata min lisaani, oo leh wacajirtu ilayka rabbi litarda. waa nebi muuse. ilaahay nabiyullaahi muxamed halkuu ka baryay muuse ee uu yidhi ishrax lii sadri, alam nashrax laka sadrak baa ilaahay yidhi, miyaanan adiga laabtaadaba waasicinba. halkuu lahaa yasir lii amri muuse, ilaahay wuxuu leeyay wanu yasiruka lilyusra, ta fudud baanu adiga kuu fudaydinayna. halkuu nebi muuse leeyahy uxlul cuqdata min lisaani fainamaa yasarnahu bilisaanik baa ilaahay nebi maxamed ku tilmaamay. halkuu nebi muuse uu leeyahay wacajiltu ilayka rabbi litarda, ilaahay wuxuu leeyay lacallaka tarda. idan nebi muuse iyo nebi ibraahim, nebi ibraahim waa abulambiyaa wa afdalu lambiyaai bacda muxamed calayhi salaatu wasalaam wa bacda ibraahim afdalhum wa muusa, ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya inuu ka fadli badan yahay. walaqad fadalnaa bacda nabiyiina calaa bacd, weeyaan ambiyada ilaahay subxaanah wa tacaala waa kala tafdiilay. walidalik buu imaam albuusari gabayaagii, albuusari waa nin gabayaaya, gabay aada u qurux badan buu leeyay furdaha la yidhaahdo. gabaygu meelo fool xuno uu la yaro taraarayna waa ku jirtaa, laakiin intiisa badani aad bay u qurux badan tahay oo uu nebiga calayhi salaatu wasalaam ku ammaanayo. meelaha uu nebiga ammaanta fiican ku tilmaamayo waxaa ka mid ah famablaga alcilmi fiihi annahu basharu wa annahu khayru khalqi illaahi kullihimi buu leeyahy. famablaga alcilmi fiihi annahu basharu, nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waa bini aadam horta, laakiin bini aadam oo dhan marka la ysku daro waa ka u khayr badan. xagga rabbinimada gaadhi maayo waa bashar, basharku ka mid yihi, laakiin bini aadam marka la ysku daro isaga u fadli badan buu tilmaamaya. idan ayuha alaxiba, aakhirana waxaa la tilmaamayaa liwaa ilxamdi inuu isagu sido. ambiyadu markay nafsi nafsi tidhaahdo ee shafaacada la dalbo ee nebi waliba yidhaahdo aniga marbaa wax si noqdayna cid kale raaca, inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam liwaa ulxamdi isagu qaadi doono.
أرمها صعد موحي المامية فضل النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك واحد العلماء الحسن بن الفضل الباوي حلية لبا اسمه أسماء الله يعدك للقرآن كل سمرة عن النبي محمد مويالي إلهي نفتي سوح قلت المامية إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نبي الله محمد إلهي وحقت المامية بالمؤمنين رؤوف رحيم. إلهي هو بالناس ضد أردن أي رؤوف رحيم ويه. لكن نبي قوح المصاق وبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. نبي الله محمد وحا أخرية قرآن مركو أخرية أي أركي أنبيضي وإلهي بريسة نبي إبراهيم أوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. يا نبي عيسى أوله إن تعذبهم فإنهم عبادك. مركز النبي قلنا إلهي بريسة أوله اللهم أمتي 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 سقوله وهي جبريل بأي الله صادرك حديث صحيح مسلم وهي وحلي النبي محمد وحد سويت سبحك وهنية إلهي وحقوية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك أمدار أرن كيدنا وكرر لك لنا نبي الله قلت المامي يا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. هذا بقى أيها الأحبة وحين آخرنا وقرآن يا حديث كورم يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أم بن آدم كون ماض نبي الله محمد وحين الله نحي مجالات كبن آدم كاللغو أمانة دمانتود أيو كلي قفقوها هداد نحريس تلاهضو هداد قيس سينما تلاهضو هداد صبر تلاهضو هداد دلقاد يحلم تلاهضو هداد ديق سخائي وحبحين تلاهضو هداد وفاء بالعهود بلن لأوفية تلاهضو هداد عفو تلاهضو. نبي محمد عليه الصلاة والسلام ما أنت وحي دعاية دودة المامية أنه إرهابي في تاريخنا وحالها هي نبي محمد أنه ولقي نفتي سوى أرقو صنين وأيك أرقو صنين كويس كده يين الدلان حديث النبي وحي المامي سام السيرة دي سوحي المامي سام إن ليس كده يين تاسو شر إن لدلو منافقين بايس كده يين تبوك وطيروا له غصروا مريين كردان وهموا بما لم ينالوا إلهي قرآن قتل المامي وعفية وحبوا مشيغاني لو ريطوا بيهاي واحد أعرابي بايس يقول هردين تسيفتي سي لبحي سلدو التاقي حديث كبخاري ولم حق ملينسة أو يلي ربي كاردعين أي سيفتي كاردعضي وعفية نبي محمد مدحوينة ما أنت انت بملوغ بصدو مركلة سيدة دي ليتو كبد بعد أولاني يسكي سيدة يواكي نبي محمد عليه الصلاة والسلام انت يسلد دول تاقين ويسلد هذين دل أيوم وراء خيام عظمى الدولة بوحية لعدنا وحرسي داية نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام كوي وطشغي دار الندوي الربين اللاريان أيوم أركم مكسو قلي اذهبوا فانتم الطلقاية اسكتا قلي العفية والله باطني يدور سنضوت بي اللي دقال لمية كوعيك كلية وكوبي يلا باطن سنضوت بي دقال كلية كوبي الله وطن صندوق سنادي دي دقال بكل جرتي بعافية. إذن إرهاب داية مسألة العفو أخلاقيات قاعد كلبرة تم يسد ريدو تاريخ والله يا مجرته وحن لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي سيدو كنت المامي أخلاق سيقول دمي بشر وحلقوا أمانا هدي جرته قف بنا آدم والله أمانه بنا آدم كوحلقوا أمانا وحيابك لكديسة قف با وحبوكو عام بحر تاريخ القف بعد مغلس على قش يكين قال يا مسلم إيه ما يو وح على قش يكين يسفب بنا آدم نمو قعام هاي مثل حاتم الطائي ونعرف هذا الجاهلية دي هرن ولا أن سو قاري بإسلام عدي ابن إنا كيسا سو قاري لكن وضعه ما سو قاري حاتم الطائي تاريخ عرف هذا نمو حكو أمان سينو سخي أها قف قعام فرن وها بنا آدم كبرت بهجرة جيسي نمو لغو أمانه بد باشرة قيادة لغو أمانه بد باشرة دلقات لغو أمانه بلشدة أما إنسان كو وحا وناقه ويقانه قف أي قوة دا أرورتي مجروان محمد هيمين لنا عليه الصلاة والسلام انت تاريخنا دبعين غيره سيدا وقيت بأي الله القرآن كوحك لي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
إذن أيها الأحبة، نبي الله محمد هداي غير لقدش غير لا يقام مقدش هداي مقال يقرح تهي قرح بودش هداي عقل يفهم تهي عقل ودش هداي أراه يفتهم تهي أراه يفتهم لها بل وحيا به ربي من ذا قار كوسيا النبي ذا كلا لسين جوامع الكلم بكم ذا word common oo macna ballaaran leh Rabbi siiyay subhana wa ta'ala haday diin ilmi hilmi dulqaad sabr zuhdi shukri adalad tawadhu iffah wahbihin haya muru'a sakina waqar hayba rahma wahbina adam sifal lagu sheego ilahi wuxuu ku tilmaamay wa innaka la ala khuluqin adhim سدرة البيت على خيال مدوح إلى هذا رجل واحد في مقابل جميع الرجال بيها ومن كلية الله أرقق أيوب بن آدم كأنت كسو حقا يوضا هدي أجر بن آدم لأمانه وتاريخ ده بن آدم كوي وحكو قرطي ورد النبي محمد وحو تاريخ ده بن آدم كيف لك قدسي عليه الصلاة والسلام وقفك قرية التاريخ دي سلحيه وحكسته أنه لشيسه كسابسا إلى حد ميله كوكا شيء لقرميه هذا وكادي إلى حد كبتو حردي نوعا يا هيدي يا إنبالينا إلى هيدي السقاب كوصبا يسنيد كتب الشبائل باقرة كبال النبي محمد إنا يعدب الله هيدي إنا ميل فرت اللي قليا كتب الشبائل باقرة waxaa laga warramaa dharku qaadan jiray iyo midabada ay lahaayeen waxaa laga warramaa cunadu cunay jiray iyo sida ay ahayd waxaa laga warramaa gurigiisa iyo wuxuu ka qaban jiray waxaa laga warramaa musqusha markuu galo gacantu isticmaali jiray marka uu iska biinayo istijool iyo biyo isticmaalay ma bidix uu isticmaali jiray ma midig uu isticmaali jiray waxaa laga warramaa wuxuu dagaal galay waxaa laga warramaa ciduu dumar la xidhiidhay uu guursaday waxaa laga warramaa meel kasto intuu nabi noqday taariikhdiisa ustaadi qof bini aadam oo taariikhdiisa oo dhammi banka ay taallaama jiro aan isaga ahayn